السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكاركم مع مين؟ أفكاركم مع مين؟ هذول هم الأبطال، هذول هم القادة في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وصلوا على النبي. كيف الحال؟ كويس، جابوا صوتي، رجعوا لي المايك. أنا مشتاق لكم أكثر وأخيراً على الستيج مرة ثانية. عساكم دوم بخير وصحة وعافية. اليوم معاكم ونتائج مشوار، المشوار ما خلص، يا دوب قاعد يبدأ، وحنتكلم مع بعض عن أشياء نوعاً ما اكتسبتها خلال هذا المشوار. وشيء رايق صار أيضاً أثناء هذا المشوار، الصوت كمان لازم يكون رايق وأنتم ما تنزعجوا منه. فمن البداية أمورنا تمام؟ أخوكم فيصل السيف، بعضكم يمكن شافني على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعضكم يمكن شاف المحتوى التقني وفي العلوم وفي السيارات وتقنياتها والأشياء الأخرى بفضل رب العالمين. والصنعة اللي موجود فيها ما كانت موجودة، وأيضاً الأشياء اللي قاعد أسويها بفضل رب العالمين مكنني منها، وكان في مسيرة وكان في شيء أساسي خلال الفترة قدرت أتعلمه وقدرت أكتسبه. وتكلم بالأساس في بداية أي مشوار معانا، طلاب كنا أو كنا معلمين أو كنا قادة أو كنا ريادين أعمال، نبحث على هالأشياء، نبحث على النجاح ونبحث عن السعادة. والحاجتين اللي احنا نبحث عنهم خلال طريق البحث عنهم دائما تواجهنا الصعوبات، ولكن مع الصعوبات اللي واجهتها والأشياء الكثيرة اللي واجهتها قدرت أقتنع من شيء أساسي، إنه كل واحد فينا عنده معادلة لازم يبنيها، وهالمعادلة تحتاج بعض القرارات عشان تكتمل، والمعادلة هذه بالقرارات حتكون أفضل معادلة ونحقق منها النجاح. وبالتأكيد حتكلم معاكم عن هذه المعادلة وكيف نوصل فيها. خلونا نبدأ بشيء بسيط وأساسي، هذه صفاتي، مكاني، ضرب عقلي زائد طموحي يساوي نجاحي. وشيء ثاني، مش السعادة، شيء ثاني. الحين أتكلم على هذه المعادلة وبناءها، كل واحد فينا يقدر يسوي المعادلة، اكتبوها، احفظوها، سجلوها، اعرفوا أنه المعطيات حقتها موجودة عندكم الحين، وأشياء أساسية تقدروا تبنوها فيها، وأشياء تقدروا تكتسبوها، وفي شيء موجود أصلاً فقط يبغى لكم تبحثوا عنه. لو قلنا أول شيء المعطيات، كل واحد فينا موجود على هذا الكوكب نسخة محدودة، limited edition. وأول ما تقتنعوا بهذا الأمر عرفوا أن كل القرارات والشيء اللي حتكلم عليه خلال اليوم حيكون جدا رايق. كل واحد فيكم بكل حاجة، بمميزاته، بعيوبه، أنا أولكم بكل العيوب اللي فيها، أنا limited edition، ما في أحد يقدر يكرر، ما حد يقدر يسوي ريتويت، ما حد يقدر يسوي ريبوست، ما حد يقدر يسوي أي حاجة زي كذا. من يوم ما تقتنع أنه بإذن واحد أحد أنت نسخة محدودة، المعادلة حتبدأ تكونها، ولكن فيها معطيات، المعطيات ما تقدر تغيروها ولا تقدروا تلعبوا فيها ولا تقدروا تسووا فيها شيء. أنا كم طولي؟ أنا كيف لون عيوني؟ أنا كيف لون بشرتي؟ أنا كيف الشعر يطلع لي؟ شلون قاعدة تطلع لي قرعة؟ عادي، رب العالمين خلقني كذا، هذه معطيات ربنا أعطاك إياها علشان تبني كل معادلة، تبنوا معادلاتكم. من يوم ما تقتنعوا أنه أنتوا نسخ محدودة وكل واحد فيكم limited edition، حنبدأ نكون القرارات مع بعض. فاقتنعوا أنه المعادلات اللي أنتوا حتكونوها معي اليوم هذه معادلاتكم الخاصة، وكل معادلة خاصة فيكم، فمعادلتي أنا، ملكي أنا، لها معطياتها. وخليني أرجع أوضح أكثر على المعطيات. ما حد قدر يختار وين يولد، ما حد قدر يختار شلون البشرة، شلون العيون، القدرات اللي في البداية يطلع معاها، ولكن في أيضاً أشياء أخرى أعطيت لك، اشتغل معاها وقويها وضبطها وسويها، ولا تضيعوا وقت معادلات غيركم. وهذا الشيء اللي يبغانا نتعلمه بشكل جدا كبير عشان نعرف أول قرار اتخذته في حياتي. من يوم ما بديت أوقف نظر على اللي حولي وركز على الوضع اللي أنا فيه ساعتها صرت مرتاح. من يوم وقفت أنتبه للتنمر اللي كان يمر علي، للمضايقات اللي تمر علي، لأي شيء قاعد يجيني من اللي حولي، قدرت أبني قوة القرار في حياتي. كل شيء موجود على الإنترنت، صح؟
صح ولا لا؟ وكل شيء موجود يعني عليك، وكل شيء موجود على الانترنت تقدر تبحثوه يا جماعة. تخيلوا، حاولت أبحث على الانترنت دليل خطوة بخطوة، لكيف أسوي دليل خطوة بخطوة، لقيته. كل شيء مشروح، وعندنا زخم معلوماتي مو طبيعي، ولكن العيب فينا ما هي بالمعلومات، ما قاعدين نبحث عليها. فالمعطى الأول اللي موجود والقرار الأساسي اللي أيضا أعطى لي بتلميحات من والدي وبتأسيس من آبائي، وتقدروا تسوها مع عيالكم، ألغي ما أعرف. كل واحد فيكم يمدي يعرف شيء، وكل واحد فيكم يمدي يتمم حاجة، وأي واحد فيكم أنا ما أعرف أسوي هذا الشيء غلطان، ما جربت، ما حاولت، ما عانت، ما حاولت تكملوا الأمور، ما حاولت تجربوها، ما حاولت تتعلموها، تعرفوا شو تسوي فيه. أنتوا في عصر نهم علمي، ولكن أنتوا نفسكم يبغالكم تدوروا على هالعلم، أنتوا نفسكم يبغالكم تعرفوا كيف تجيبوا الشيء وتلاقوه. ومنها، ومن هالقرار الأول اللي حيضبط المعادلة وحيعطيها تحديث، هنقدر نبدأ رحلتنا نحو النجاح. والشيء الثاني اللي للحين ما لقيته، المعادلة كالتالي أصبحت: عرفنا أنه العقل والطموح شيء لا منتهي، أبداً ما يقدر يخلص، وتقدروا كل واحد فيكم يشتغل عليه. مهما تعلمت، مهما حطيت في بالك أشياء، حتعرف، حتتعلم، العقل حيكبر. مهما كان عندك طموح، حيزيد عندك هذا الطموح ويكبر. وصدقوني، هذا الطموح من حقه يتغير، من حقه يتطور، من حقه تغير اتجاهاته. الدنيا ما هي بشارع واحد، الدنيا شوارع كثيرة. بما أنه في أساسيات حطيتها في حياتك الشخصية، حياتك الأسرية، في أشياء قاعد تتبعها مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم مع عائلتك، بعد كذا انسى، خلاص أمورك في السليم، انسى أنك تضيع. مدام الأساسيات حطيتها، القوانين الكونية اللي جتنا من ربنا وحطيت في العالم موجودة، بعدها امشي عليها، أمورك تمام. نمي عقلك، نمي طموحك، حتضبط الأمور، خلاص ضبط المعادلة والقرار الأول. بس في شيء لسه. أثناء ما هذه قاعدة تصير، خلينا نتكلم على شيء أساسي موجود عندنا وقاعدين نحاول ندعي أننا نعرفه ودائما نتكلم عليه، تعلمته the hard way، الطريق الصعب، وتعلمتني أمشي معاه. كنت دائما أتكلم عن الصبر، ودائما أتكلم أنه الصبر لا يعني أن تنتظر مكفوف الأيدي. اللويدن شغالة في حياتنا طول الوقت، دائما اللويدن قاعدة تمشي، دائما انت قاعد تبني مستقبلك، انتوا قاعدين تبنوا طموحكم، وهذا الامر ماشي. معليش، انت قاعد تطمح انه يصير عندك احسن وظيفه في العالم، هذا ما يعني انك ما تجتهد بوظيفتك. انت قاعد تحصل على افضل مستقبل لك من خلال شهادتك الجامعيه، لا يعني انك تجتهد. الصبر يجي مع الاجتهاد، وهذا الشيء اللي ما قالوا لنا اياه كثير. ما قالوا لنا دائما انه يبغى لك تكون صبور، وايضا خلال صبرك تحاول تجتهد في زوايا اخرى، تحاول تجتهد في اشياء ثانيه، وما تخلي فقط الوقت يمشي. الوقت هو الشيء الوحيد اللي ما يعطى لنا في العالم الا مره واحده. لما تعرفوا قيمه الوقت، حتقدروا تضبطوا امور النجاح، وتقدروا تضبطوا المعادله، لانه اي شيء يخترق مساله الصبر حتعرف انه مو مفروض يكون موجود، واي شيء ثاني تتكلموا عليه يضبط مع الوقت. أحد يذكر لي؟ يوه، أوكي. الحمد لله. هذه غرفة بسطح يا جماعة. قلت ما عندي استوديو، ما عندي بلو سكرين، ما اقدر اسوي محتوى، ما اقدر اسوي شيء. معليش، ايش اسوي؟ اجيب لي كاميرا، اي كاميرا، ادبر عمري. لو كاميرا جوال وقتها رحت ضبط لي كاميرا عاديه تضبط بفيلم، تحط الفيلم وبعدين احول الفيلم على كمبيوتر، وحطيت الكاميرا وكل شيء، ولا خليني اجيبها هنا عشان يبان الجميل اللي هنا. اوكي، احط الكاميرا هنا موجوده، وحطيت عندي جرين سكرين، جرين سكرين قماش، حطيت مسامير وشديته على الجدار، وقفت قدام الجرين سكرين وقعدت اتكلم، والحمد لله عرفت اضبطها. طبعا عندكم 2000 غلط موجود، اي واحد درسكم اعلام عندكم الهيدروم مضروب، الاشياء الاخرى مضروب، المايك محطوط هنا، معليش ايش الصفاره اللي موجوده، القطره ترى بيضاء يا جماعه، بس ما ادري شلون ضبطت، بس طلعت، بديت. كان شيء اساسي محطوط في خاطري، امشي باللي انت فيه، ضبط باللي انت معاك. مو ضروري اقعد اقول يا اخي ابغى واحد يدعمني عشان استضبط اموري، لا، إذا أنت ما ضبطت أمورك ما حد حيلتفت لك، ترى كل واحد مشغول في معادلة نفسه. يا ساتر.
هذه الزاوية كنتوا تشوفوها من الاستوديو الثاني، الاستوديو الثاني اللي طلع عام 2012، وهذا الاستوديو كان جزء من فيلا بناء جاهز، هذا الدور الثاني اللي كله استوديوهات المفروض، وهذه الزاوية بحد ذاتها لو طلعتوا نص متر هنا حتشوف الجدار مكسر، ما كان عندي قيمة الموكيت أو لا ما كان عندي قيمة العزل الأساسي اللي حطوا على الجدران عشان يعزل الصوت. وبكل بساطة جبنا واحد جاب باتكس وجاب موكيت وحطينا الموكيت على الجدار، وفي النهاية سوينا عزل صوت. اشتغلنا على اللي موجود معنا، بدينا، المهم انكم تبداوا. لو ما بديتوا لو ما شفتوا الابعاد الاخرى حقه الصبر ما حيمديكم توصلوا لمعادلتكم. وبفضل رب العالمين قبل سنتين كلكم شفتوا القرار المقر الجديد، وشفتوا بالضبط الكاندي لاند حقه التقنيه اللي موجوده 200 متر مربع فيها اشياء تقنيه مو موجوده في مكان ثاني بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الرحلة نفسها اللي قاعدة تستمر، وانتوا لو ما اجتهدتوا برحلاتكم ومعادلاتكم ما هتقدروا توصلوا. الصبر ما هو بس ان نوقف، الصبر انه تتمم الاساسيات، تتمم الرضا مع رب العالمين ثم الوالدين. الصبر انك تتمم الاشياء الضرورية في الحياة وتجتهدوا في نفس الوقت. ما اتذكر ولا اندم على المرات اللي نمت فيها وما كنت قادر ابدا اسهر مع الشباب ولا نطلع ولا ننبسط ولا حاجة، لأنه بالفعل قدرت أسوي شيء، الوقت استغليته وقدرت منها أطلع بالقرار الثاني. دائما وأبدا أن تصبر بدون ضياع وقت، اجتهد في كل زاوية، خلي وظيفتك ممتازة واستمر عليها حتى لو ما أنت راغبها، خليك أحسن موظف موجود وانت عارف في قناعة نفسك أنك حتغير الوظيفة، أنك بتصير رائد أعمال، أنكم بتضبطوا شهاداتكم الجامعية في التخصص اللي قاعدين تدرسوه، بس لا تضيعوا الوقت، ترى الوقت ما حيمديكم أبداً تغيروه. المهم صار عندنا تحديث لنفس القانون، والقاعدة الأساسية اللي قدرت منها أو المعادلة الأساسية اللي أضفت لها عنصر الوقت. لا معليش، الوقت اللي موجود والوقت اللي أضفته هنا بكل بساطة حيمكنني أني أقدر أحقق نجاحات، ولكن ليش حطيته في الطرف الثاني من المعادلة؟ كل ما أفنيت وقت كل ما أحس الطموح أو النجاح اللي أنا قاعد أوصل له ما هو بالشيء الكبير، وحبها أكثر، حطمح لأكثر، واسألوا الناجحين يطمحوا لشيء أكبر. وللحين ماني بعرف إيش قاعد أدور، ما أدري إيش في ناقص. المهم خلينا نكمل السالفة، وخلينا أكلمكم عن ريادة الأعمال والوظيفة، لأنه مو كلنا فقط نبغى ندرس ونبغى ناخذ وظائفنا، كلنا نبغى نطمح لشيء أفضل، نبغى ريادة أعمال، بعضنا موظفين بعضنا لا، نبغى يكون فيها أشياء كثيرة إيجابية. ولكن مع ريادة الأعمال ومن عام 2012 وأنا واجهت أشياء كثيرة وأشياء تعلمتها the hard way، طريق الصعب، تعلمت هذه الأشياء، الأشياء هذه كانت فيها معضلات وكانت فيها قناعات، ولكن كلها اجتمع فيها شيء واحد. كلكم قاعدين تشوفوا هالكلام وتعرفوا اسناد مهام، موقع مقر الغياب، الفصل، المنتجات، الموارد، الشكر، التقدير للموظفين، البونس، التأسيس، التوظيف، تكوين فريق. اخي شيء صعب يا اخي، هذه كلها قاعد تبحل فيها ولا احد اعطاني قال لي هذا الكتاب الذهبي اللي من خلاله تقدر تضبط امورك، ما في شيء زي كذا. بس لقيت عامل واحد اكتشفته ضاع علي كم سنة وبس اكتشفته، العامل الواحد المشترك بين كل هذه الأمور طبع موجود فينا، وهالطبع سيء بالنسبة لي. يمكن بعضكم حيجرب يعيش بدون هذا الطبع وهذا الأمر بالتحديد والصفة بالتحديد وحيلاقيها كويس. الصفة حلوة، الصفة اجتماعية، الصفة ممتازة، الصفة عندنا تنفع بمجتمعنا، بس إحنا أخذنا هالصفة وحطيناها زي البهارات على كل شيء عندنا في حياتنا، وهذا اللي شوي عدمت الأمور. شيء مشترك بين كل هذه العناصر، واضحة؟ المشاعر والمجاملات، صح ولا لا؟ نجي نوظف نقول ما ليش حيضبط بعدين، نجي نشكر واحد يقول اشكر الكل، نجي نحاول نقدر شيء ولا نتمم مسألة المقر نبغى أحسن حاجة عشان الناس. دائما مع المجاملات، دائما مع المشاعر، خلوها بعيدة عن ريادة الأعمال والعمل والوظيفة وكل شيء. ترى في ناس تستغل وهي موجودة لتستغلكم في عملكم، في مدارسكم، في ريادة أعمالكم، في كل شيء تسووه، هي موجودة على أساس تحاول تبني نجاحات منكم أنتو. لا تسمحوا لهم، وأعطوا كل واحد حقه، لأني أتكلم فقط في المعادلة أو في الأمر عن العمل، أما خارج العمل ضع
ضبط أمورك وضبط المشاعر والمجاملات بكيفك وزنها بحياتك زي ما تبي، بس من يوم ما تطلعوا هذه المجاملات من نفس أعمالكم حتلاقوا أن أموركم تمام. وجينا هنا كالعادة لتحديث نفس المعادلة حقتي، ولقينا المعادلة تم إضافة باقة الحماية عليها أنتي سي فور جارد. يبغى لي أشتغل على اسم شوي، أتوفقت أحس، بس هي على أساس compliments 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 صارت سي فور بالي، بس أحس إنه ما ضبطت معي مرة. وانتقل لآخر قرار اتخذته، تحديد قيمة النجاح اللي أنا أبغاه. كلكم أهتمي بالفلوس صح ولا لا؟ خلينا واقعيين. وقعدت أدور على الرقم السليم، وخلال مسيرتي قعدت أدور على رقم، إذا سعيت لهذا الرقم بالفعل بالفعل حلاقي أن أموري زي الفل، وحلاقي أن النجاح وصلت له من يوم ما أعرف الرقم موجود عندي في حسابي. وحوريكم الرقم، صدقوني ما هي مسألة بس قاعد أجيب كلام، لا 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 لا، في رقم حتشوفوه، هذا الرقم هو الأساسي، هذا الرقم اللي كل واحد فيكم إذا قدر يوصل له في أعماله حتعرفوا أن أعمالكم صح، حتعرفوا أنكم بديتوا تنجحوا، حتبدأ تذوقوا شيء ما عمركم شفتوه في النجاح. أعظم رقم في النجاح حتلاقوه احلموا بالصفر. ليش نحلم بالصفر؟ خلنا أقول لكم، الصفر يعطيك أعظم حاجة موجودة في الدنيا، تقدر تترك الدنيا وما حد يطلبك شيء، تقدر تترك الدنيا وما حد زعلان منك، ما في واحد زعلان، ما في واحد غاضب منك. الصفر في كل شيء سلبي، صفر في الديون، صفر في القروض، ما أنت مديون لأحد. هذا الصفر هو أعظم رقم، حتوصل للصفر وكلكم بتوصلوا له، حتلاقوا مهما كان في فلوس في البنك هالصفر أجمل رقم. ليش أجمل رقم؟ غير الأشياء اللي ذكرتها، أجمل رقم لأنكم وصلتوا لقناعة تامة أنه ما هو بالمال اللي أنتوا تبحثوا عنه في نجاحكم. السمعة الطيبة، الكلام اللي ينقال عنكم بدون ما تعرفوا، الرضا النفسي لما تحطوا راسكم على المخدة. وبالتأكيد هالصفر يجي معاه أشياء كثيرة، أنكم في أعمالكم ما تبدأوها بالدين، أنكم في مشترياتكم ما تشتروا كل شيء تبغوه. سيارتي مقربعة 12 سنة على فكرة، يوم أوريكم المقر الأساسي والأشياء ذي كلها، المقر اللي قبله كان عندي سيارة عمرها 12 سنة، ما لها أساس ولا هي ضرورة أنكم تحددوا أشياء تضبطوها في حياتكم، هي شكلية فقط عشان تقنعوا شيء في خاطركم وتحرموا نفسكم من الصفر، تحرموا نفسكم أنه ما يكون عليكم دين ولا عليكم مطلب، تشتروا كل شيء بالكاش، تشتروا أموركم وراحة بالكم برضا الرأس عنكم، رضا الرحمن أولا سبحانه وتعالى، وتعرفوا أنه ما حد زعلان، صفر ناس شكاوي، صفر ناس عقد عليكم، صفر ناس ما زرتوهم، صفر رضا ما حصلت عليه، صفر لحظات ما قدرتوا تقضوها مع أهلكم، ورضا تطلبوه من أمكم أو أبوكم، صفر في هذه الأمور، لأنكم دائما تسعوا للنجاح ودائما حتوصلوا لهذا النجاح. وعرفت أنه هذا صفر أفضل رقم حقدر أوصل له، وعرفت أيضا أنه لا تصرف ما لا تملك، حيخليكم من أفضل رواد الأعمال. وكل الناس اللي تلاقوهم قاعدين يتكلم عن ريادة الأعمال وأغرياء هذا الكوكب اللي موجودين، لما تشوفهم بالفعل يكونوا عايشين وصلوا للقناعة، وصلوا للمعادلة الصحيحة اللي اكتشفوا فيها الشيء الأساسي اللي بقول لكم يا عرفوا أنه هالصفر له قيمة مو طبيعية، فما يقعد يلبس لك أفضل الفخامات أفضل الماركات، يلبس الشيء اللي هو مبسوط عليه. صرت ألبس شيء عادي، المهم أنه يروق، ليش أقعد أتعب نفسي؟ هالصفر أو هالقانون والقرار الأساسي خلاني أغير المعادلة قبل ما نشوفها، إلغاء ما أعرف، أن أصبر بدون ضياع وقت، فصل المشاعر المجاملات عن العلم، العمل ولا تصرف ما لا تملك. ضبطت المعادلة معاي الحين، وأحس هالقرارات الأربعة إن شاء الله بتساندكم زي ما ساندتني، وبيوم وبيوم أنا قاعد أستخدمها وأعيش معها ومبسوط مع هذه القرارات، والسعادة مو طبيعية. أتكلم على التحديث الأخير،
صفاتي ومكاني في عقلي اللامنتهي وطموحي اللامنتهي على الوقت، تم إضافة الباقة وعندي النجاح. السلام الداخلي. النجاح والسلام الداخلي، واني الاقي نفسي مبسوط. يا جماعه، بلا معادلات بلا حركات، خذوا القرارات، عيشوا فيها، عيشوا معاها، اعرفوا انه هالاشياء لو طبقتوها بتوصلوا لنجاح داخلي. ما عليكم من الرصيد، ما عليكم من الاشياء دي كلها، بتوصلوا لها وبتحققوها وبتكونوا افضل الناس، افضل رواد الاعمال، وحتوصلوا لها السلام الداخلي، وحتوصلوا لذكريات مع العمر. يوم أشوف الطريق وأشوف العشرين سنة اللي قعدتها من وظيفة إلى عمل إلى ريادة أعمال إلى كل شيء، هالذكريات هي أجمل شيء بقى فيها. وتعرف الطريقة الوحيدة اللي أقدر أحفظ فيها الذكريات وشو؟ كل لحظة أفتح فيها الكاميرا وأشوف صورة لأبوي الله يرحمه. كل لحظة أفتح فيها الكاميرا ولاقي قاعد أخذ سيلفي مع أمي الله يعطيها الصحة. كل لحظة وأنا مع أولادي، كل لحظة وأنا قاعد مع الناس اللي سعدت معاهم، اللي أنجح معاهم. هذه اللحظات اللي يبغى لكم تكونوها أثناء طريقكم، أثناء المعادلة اللي قاعدين تكونوها. ومرة ثانية وأسألكم، وبعد ما عرفتوها، أفكاركم مع مين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا رجل يا رجل، إيش هذا؟ الحمد لله. يعني خليني أسألك سؤال، عطونا مايك يا رجل. خليني أسألك سؤال، تفضل. يعني موهوب بالتكنولوجي أفهمها، الحمد لله. مبدع على المسرح، أنت بديت تزاحمنا. لا خلوها تعال هنا شوي. عندي سؤال، أنا طلبت سلايد رقم 13 هذا بالتحديد. حلو. لما كنت في هالمكان، جميل، توقعت أنك حتوصل 4 مليار إمبريشن على السوشيال ميديا؟ ما في أكرم من رب العالمين، وهذا قانون أساسي عايش عليه. أكرم من رب العالمين ما في، فقط طموح لا منتهي. فيصل السيف يا جماعة.